ثم سوف أقوم بإنشاء سقف. أحتاج القليل من بقايا الخشب، فأقوم بأخذها هكذا، فأقوم بأخذ بقايا الخشب من هنا. بقايا الخشب من هنا هكذا. سوف أقوم بإنشاء حائط واحد. سوف أقوم بوضعه هنا. صادر، يجب علي أن أجد المكان هكذا. نعم، الآن أحتاج فقط الباب. انتظر، لم أقم بتعلم الباب بعد. سوف أحتاج إلى قتل هذه الدجاجة. جيد جدا، تم الحصول على القليل من اللحم. أضعه لكي يتم طهوه هناك، وسوف أحاول عمل المزيد من سبير. أحتاج إلى الخشب وأحتاج إلى الفلانت لكي أقوم عمل المزيد، فعلى الأقل أحتاج أن تكون لدي 5 من سبير، لأنني عندما أستعملها فمن الممكن أن تتهرس، لذلك فأحتاج أن يكون لدي الكثير منه. سوف أقوم بإصلاح الفأس هكذا. سوف أقوم بأخذ الكثير من الفلانت. هكذا. نعم يا أصدقاء، لمن لا يعلم فتلك الأضواء التي نشاهد، فهناك تنزيلات في اللعبة، يعني أنه في بعض الأحيان تقوم اللعبة بتنزيل أشياء جيدة لك، ففي ذلك الضوء إذا ذهبنا فمن الممكن أن أجد مثلا حائط، أو أجد مثلا درع مثلا مثل هذا، أو أجد بعض الأشياء الجيدة التي أستطيع أن أستعملها. أعتقد سوف نذهب إلى ذلك المكان لكي أريكم يا أصدقاء، لكن أتمنى ألا يأتي ديناصور يأكل اللحم ويأكلنا. انتظر، سوف أشعل قليل من الضوء لكي نرى. هناك فقط الديناصورات التي تأكل العشب، لا يوجد ديناصور متوحش. نعم، أعتقد أنني أستطيع السباحة هنا. نعم، لا توجد أسماك أكلة للحم. أعتقد أنني أستطيع السباحة. سوف أقوم بأكل اللحم لأنني أحتاج للأكل، وأكل القليل من الفواكه. حسنا، لاحظوا معي يا أصدقاء. نعم، لقد قمنا بالحصول على فيوميا. الفيوميا هي أحد الديناصورات العاشبة. لقد قمنا بالحصول على السادل الخاصة بها لكي نقوم بالركوب عليها. هناك شجار، لا أعلم من يتشاجر هناك، لكن لا يهمني. سوف أجري وأعود إلى المنزل. أقوم بأخذ بعض من الحجر معي.
سوف أقوم بالأكل، فأنا أحتاج إلى الأكل. لا لقد نسيت، يجب علي إنارة الطريق. سوف أقوم بالجري للعودة بسرعة إلى المكان الآمن الذي قمنا بالبناء فيه. يجب علينا الاستراحة قليلا. اقفز يا حبيبي اقفز، فلنقوم بقتل هذه الدجاجة. جيد جدا، فلنقوم بأخذ قطع اللحم. جيد جدا، هيا هيا اجري يا حبيبي. نأخذ اللحم ونضع قطع اللحم الجديدة. حسنا سوف أرى هل أستطيع عمل المزيد من سبير. أحتاج الخشب، يجب علي الحصول على قليل من الخشب. قليل من اللاج. نحتاج للاستراحة قليلا. نعود للعمل، أخذ الخشب. سأقوم بإنارة المكان لأنني لا أرى أي شيء. الذهاب إلى هنا لأخذ الخشب. سوف أقوم برمي هذه لكي تقوم بإنارة الطريق لنا، وأقوم بأخذ الخشب. سوف أحاول عمل 3 من سبير. جيد جدا، سوف تصبح لدينا 4. أعتقد هذا العدد فهو جيد. الشيء الذي نحتاجه هو الفايبر لكي نقوم بعمل المزيد. سوف أقوم بعمل واحدة أخرى فقط لأنني أحب أن يكون لدي 5. سوف أتي إلى هنا وأضع القليل من الخشب هنا لأنه لدي العديد. سوف أضع القليل من الخشب هنا وأترك القليل معي. جيد جدا، سوف آتي إلى هنا وأقوم بإضافة الميلي دامج، وهي قدرة الضرب لديك في اليد. كلما كانت الميلي دامج كثيرة كلما كان أسهل قتل الحيوانات. وسوف أقوم بتعلم ستوراج بوكس، وهو صندوق صغير نضع فيه الأشياء. ماذا أحتاج؟ أحتاج 25 من الخشب لكي أقوم بصناعة واحدة، وأقوم بإصلاح الهاتشيت لأنه خسرت مع المدة. سوف أقوم ب أخذ القليل من الخشب هكذا هكذا هي لكي نرى هل لدينا الخشب. نعم لدينا 30 من الخشب. سوف نقوم بصناعة واحدة الآن ووضعها في المنزل. جيد جدا، سوف أقوم بوضعها في مكان ما هنا. سوف أقوم بوضعها هنا هكذا.
هكذا يس. الآن سوف آتي إلى هنا، لدينا 4 نقاط. سوف أقوم بتعلم الباب، وقد قمت بتعلمه. ماذا أحتاج؟ أحتاج الفايبر، أحتاج 4 قطع من الفايبر. سوف أقوم بأخذها من هنا. لماذا لا يريد أخذها والآن؟ هيا هيا يا صديقي، هيا هيا يا صديقي، هيا يا صديقي. قد قمنا بأخذ الفايبر، أعتقد أن ذلك العدد يكفينا لعمل الباب. جيد جدا، نحن الآن نقوم بعمل الباب. سوف نقوم بوضعه، سوف نقوم بوضعه هنا هكذا. يا سلام، هذا هو منزلنا الصغير، منزلنا الصغير. هذا هو الباب، افتح يا سمسم، ادخل يا سمسم. ولدينا صندوق صغير هنا، سوف أضع فيه الفيوم يا سادل. إذا قمنا بتربية الفيومية فيمكننا الركوب عليها باستعمال هذه السادل. لدينا القليل من، سوف أضع القليل من الحجر هنا هكذا، أضع القليل من الفلانت هنا لكي لا يكون الحجم قوي علي. سوف أخذ القليل من اللحم، وسوف أطفئ النار لأن أعتقد أن النهار بدأ يصبح. سوف أقوم بأخذ هذه الطرش، الطرش الخاصة بي. ألاحظ يا شباب بزوغ الفجر، سوف أقوم بأكل القليل من اللحم، فأنا أحتاج إلى الأكل، شرب القليل من الماء. جيد جدا، لقد قمت بأكل كل اللحم الموجود. جيد جدا يا أصدقاء، أتمنى أن يعجبكم اليوم الأول. انتظروا سوف أفعل هكذا. أتمنى أن يعجبكم يا أصدقاء اليوم الأول من كيف أبقى حيا في Ark Survival Evolved، وهو أن تختار المكان المناسب لكي تبدأ فيه، وأن تقوم ببناء منزل صغير هكذا، تقوم ببناء الكامب فاير لكي تقوم بشعل النار، حتى إذا كان هناك برد يمكنك أن تجلس قرب النار ولن تموت من البرد. أتمنى أن تعجبكم هذه الحلقة يا أصدقاء. إذا أعجبتكم فلا تنسوا ضغط لايك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة إذا كان هذا هو الفيديو الأول الذي تقومون بمشاهدته. وشكرا لكم يا شباب، كان معكم ياسين من ياس بليس، والسلام عليكم ورحمة الله. Wow.